السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. رجعنا لكم في الحلقة الثانية من سلسلة تفسير القرآن الكريم. النهاردة إن شاء الله هنفسر سورة الفلق. سورة الفلق من قصار القرآن الكريم، وكمان عدد آياتها 5 آيات، وهي سورة مكية. فضل سورة الفلق، يعني لأن سورة الفلق بنقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء، وكمان بنقولها قبل ما ننام عشان ربنا يحفظنا، بنقولها مع سورة الإخلاص وسورة الناس عشان ربنا يحفظنا وإحنا نايمين. ودلوقتي قبل ما نبدأ في تفسير السورة هنخلي معاذ يقرأها. اتفضلي معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر النفاث، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. دلوقتي هنبتدي في تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أولا كلمة أعوذ يعني ألجأ وأعتصم. أعتصم بالله، يعني بدعي ربنا أن هو يحميني من كذا. قل يا محمد ألجأ وأعتصم لرب الفلق. رب الفلق يعني رب الصبح، الصبح اللي هو النهار في بداية طلوع الشمس. قل أعوذ برب الفلق، يعني قل يا محمد ألجأ وأعتصم برب الصبح. من إيه بقى؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق يعني من شر أي حاجة ربنا خلقها، من الإنس والجن والدواب، أي حاجة ربنا خلقها ممكن تضرني أنا بستعيذ بربنا منها. ومن شر غاسق إذا وقب. من شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل. غاسق هو الليل، إذا وقب يعني إذا أظلم، اللي هو بالليل متأخر. من شر غاسق إذا وقب أي الظلام إذا أتى، يعني بالليل الحرامي بيسرق، اللي عايز يعمل أي حاجة وحشة بيعملها بالليل، لأن الناس مثلا بتبقى في بيوتها نايمين فبيحب يعمل الحاجة دي بالليل. الجن بينتشروا في الشوارع بالليل، فاحنا بنستعيذ من ربنا ان هو يعصمنا من الحاجات الوحشه اللي بتحصل بالليل. من شر النفاثات في العقد يعني بلجأ وبعتصم بالله من السحره، لان السحره يعقدوا عقد بخيوط، يعقدوا عقد بعد كده ينفثوا فيها بريق، يعني كده وبيعملوا السحر، فاحنا نستعيذ بربنا من السحره دول. ومن شر حاسد إذا حسد يعني من شر الحسد والحاسد. يعني إيه؟ يعني في ناس ما بتحبش الخير لغيرها. إزاي؟ أنا مثلا معايا تلفون جديد، فإيه؟ فتيجي واحدة صاحبتي تقول لي إيه؟ فصاحبتي دي مثلا تقول إيه؟ إيه ده؟ هي نور جابت تلفون جديد؟ طب ليه؟ يعني هي جايبه تليفون حلو وانا لا، ومش عارف ايه، وتحسد الشخص ده، تقول يا رب شيل عنه الحاجه دي الحلوه دي. لا، المفروض لما نشوف حاجه حلوه يعني بتتمنى لي زوال النعمه، ان ربنا يشيل مني النعمه دي خالص، ما يبقاش انا معايا تليفون. لا، المفروض ان هي مثلا تدعي لنفسها ان هي ربنا يكرمها بتليفون ويديني انا تليفوني برضو. لا، هي بتدعي ان ربنا ما يدينيش تليفون خالص ويديها هي، فاهمين؟ فلا، المفروض لما نشوف حاجه حلوه عند حد نقول اللهم بارك، وندعي ربنا ان هو يرزقنا حاجه زيها او حاجه احسن كمان منها. ما ينفعش نتمنى لغيرنا الشر، وهو ده معنى حاسد اذا حسد. دلوقتي وهي كمان بتسقط على نعمة ربنا، بتقول يا ربي ليه انت اديتها وما ادتنيش، يا ربي زيل عنها النعمة دي. بس كده، ونكون ان شاء الله ونكون الحمد لله دلوقتي خلصنا تفسير السورة. طبعا لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تحطونا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم الحلقات الجاية كلها. ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.